دكتور إبراهيم، إحنا في رحلتنا كل يوم بنسمع لحن جديد، يعني الإنسان بيحاول يترجم فيه إحساسه بأسماء الله الحسنى. مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان للإسلام من خلال أسماء الله الحسنى واقعه إيه؟ شوفي، الإسلام معناتها إسلام الوجه إلى الله، مش كده؟ تمام. الوجه هو انت شخصيتك، مش كده؟ الشخصيه بتاعتك اللي هو العقل، العقل بتاع الحواس اللي هو بيلبسك قناع الشخصيه. فانت الاسلام مفهومه ان انت بتسلمي هذا القناع بتقلعيه. ما انت لو قلعتي القناع ده خلاص العقل اللي يدركك ما بقاش موجود، بقى في قلب بيدرك بس. فكأنك أسلمتي هذا القناع، قلعتيه وأسلمتي نفسك للقدرة الإلهية بالكامل. القناع ده اللي هو قناع العقل اللي بيعمل صراع مع القلب، الجدل بقى صراع مع القلب والتفكير ويبعد. انت مفروض بقى تقلعي القناع، بدل ما تبصي من خلال القناع تبصي ايه؟ من خلال القلب، لنور القلب مباشرة. طيب لو احنا قلنا ان احنا هنخلع القناع، طب دلوقتي يعني في ناس بتفهم ده الاستسلام التام او التوكل التام، ما نشيلش شخصيتي فده توكل تام. هو الحقيقة مش كده. الحقيقة هو انا مش بس الاسلام ليس يعني او اسلام الوجه لله ليس عملية سكون، بالعكس اسلام الوجه لله دي بداية حركة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما اسلمت الوجه لله فتجلت الاسماء اللي هي اسماء الله الحسنى، تجلت في ايه؟ قلبي. بس في ايه بقى؟ تجلت في قلبي الاسماء بحيث انها في الاخر النور الداخلي اللي هو نور الاسماء جوه قلبي يبان فين؟ محدش هيقدر يشوفه، محدش هيبقى جوه قلبي في ايه؟ يبان في العمل. يبان في العمل. يبقى انا عايز دلوقتي الاسلام هو ادخال الصفات الالهيه واسماء الله الحسنى كنور منظم لعملي للعمل عشان يوصله لمرتبه الاحسان. ينظم العمل. ويوصله الى مرتبه الاحسان. فالنهارده نقدر نقول الإسلام مش حاجة بتحث على السكون، لا، الإسلام حاجة بتحث على مرتبة الإحسان في العمل. فكلمة إسلام الوجه لله هو إحسان العمل. ده اللي بيخلينا نقول العمل عبادة. ده اللي بس مش كل نوع عمل، العمل فيه شقين. العمل المتقن، العمل اللي فيه احسان. لازم تدخلي العلم والاتقان والصدق والحاجات دي في العمل، يعني العمل فيه حاجتين. بتدخلي فيه اسماء الله الحسنى او القيم بتاعت الاسماء بالعقل. اللي هي العلم والبتاع، بتدخلي كل الحاجات دي. تمهيدا عشان تدخلي بهذه الاسماء في رنين مع الأسماء الحقيقية اللي موجودة في القلب اللي فيها التوازن التام اللي هي دي تتجلى في العمل. ساعتها يبقى العمل بتاعنا عبادة. ولذلك مفهوم إسلام الوجه لله هو أسمى مستوى في العمل بتاع الإنسان. لأن إيه؟ هو الإنسان موجود على الأرض إيه؟ مش عمل وتعامل مع غيره؟ طب عمل وتعامل مع غيره لما يجي نور ينظم العمل والتعامل. طب ما ويرفعهم الى مرتبه الاحسان، يعني يدخلهم ايه؟ مرتبه الاحسان يعني دخلتهم في رنين من خلال القلب يعقل مع قوانين الكون كلها. فاصبح العمل بتاعك ده كل حاجه بتعمليها في العمل ده بيحرك الكون كله، وانت مش شايفه، انت مش فاهمه ان انا بعمل حاجه البسيطه بتاعتي دي، لا ده دي بتحرك الكون كله وفي قانون منتظم. في قانون منتظم. فهنا بتتجلى الاسماء بكامل قوتها وكامل تنظيمها في العمل، وهو ده حقيقه اسلام الوجه لله.